خبرتكم عن الساحرة الطيبة وخبرتكم كمان عن الأولاد اللي ما بيدفذوا التعليمات اللي حاطين لهم إياها أهليهم. بس رح أخبركم كتير أشياء عن هدول الأولاد، بس بعد ما نشوف القرد المشاكس، القرد الصغير، بفقرة عالم الحيوان. قرد المانجابي بعيش على الأرض أو الطبقات السفلى من الغابات الاستوائية، وبتعايش بمجموعات صغيرة من 4 إلى 12 قرد، وهو حيوان اجتماعي جداً، عنده المقدرة إنه يتصل بفعالية مع القرود الآخرين من خلال صرخات وإيماءات مستخدماً وجهه. بتنقل المانجابي بسهولة بين أغصان الأشجار مستخدماً ذيله الطويل القادر على الإمساك بالأغصان وفروع الأشجار. بيعتبر النمر هو التهديد الرئيسي له. بياكل المانجابي من النخيل والجوز والبندورة والثمار والأوراق. هو قوي على الرغم من أنه نحيل وإله ديل شديد، بيمتد على مدى جسمه ولون معطفه رمادي من الخلف وأبيض من الأمام. ظهر المانجابي بني محمر، وزنه حوالي 12 كيلوغرام.